بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب التطوع بعد المكتوبة، يعني السنن الراتبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، يعني ركعتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله. تابعه كثير ابن فرقد وأيوب عن نافع. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر ركعتين تطوع سنة راتبة، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد الجمعة، أما المغرب والعشاء فصلى ذلك في بيته صلى الله عليه وسلم. وحدثتني أختي حفصة، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: وحدثتني أختي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، يعني سنة الصبح، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير ابن فرقد وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، أي بعد الفريضة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت أبا الشعثاء جابرا قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا، يعني الظهر والعصر، يعني جمع بينهما، وسبعا جميعا، يعني المغرب والعشاء. قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال: وأنا أظنه. فالجمع بين الصلاتين في السفر أو بسبب المطر هذا رخصة، نعم. وأما تأخير الصلاة بدون سبب دائما هذا لا يجوز، إنما مرة من المرات إذا وقع فيعفى عنه. باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر رضي الله عنه؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر رضي الله عنه؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله، أي لا أظن. على كل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة الضحى، فينبغي أن يصلي المسلم الضحى شكرا لله تعالى
على ما أنعم به علينا من النعم، خصوصاً المفاصل التي في الجسم. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عمر بن مرة قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ رضي الله عنها، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة سنة 8 من الهجرة في رمضان، دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أرى صلاة قط أخف منها، يعني قراءة قليلة، غير أنه يتم الركوع والسجود، يطمئن في الركوع والسجود. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا، أن هي سنة فصلاتها فيه أجر، وإذا لم يصلها لا إثم عليه لأنها من التطوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، أي صلى صلاة الضحى، وإني لأسبحها. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول وإني لأسبحها، لأن ورد الترغيب في صلاة الضحى. باب صلاة الضحى في الحضر يعني غير السفر. قال عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة حدثنا عباس الجريري عن ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، أي لا أتركهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، أي تطوع، وصلاة الضحى، ونوم على وتر، يعني وأن لا أنام حتى أوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن يصلي الضحى، وأن ينام على وتر، لا ينام قبل الوتر. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار رضي الله عنه وكان ضخما يعني ثقيل الجسم للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير، أي رش بالماء طرف حصير وهو ما صنع من سعف النخل، ونضح أي رش له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان بن فلان ابن الجارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. وصلاة الضحى تطوع، إن صليت نلت الأجر، فإن لم تصلي فلا إثم عليك، لكن ينبغي أن يصلي المسلم صلاة الضحى شكراً لله على نعمه جل جلاله. باب الركعتين قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يعني الراتبة، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. حدثتني حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أنه كان إذا أذن المؤذن يعني الفجر وطلع الفجر صلى ركعتين يعني سنة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أي لا يترك أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة أي قبل الفجر. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. وأحياناً يصلي قبل الظهر أربع وأحياناً يصلي ركعتين تطوع. باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فإذا أذن المغرب استحب أن يصلي ركعتين تطوعا، هذا من المستحبات لأنه قال لمن شاء ليس بواجب بل تطوع. إذا أذن المغرب صلي ركعتين. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل المغرب بعد الأذان. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل، يعني شغلني الشغل. باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أنه عقل أي حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. محمود بن الربيع غلام صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء في فمه ورشه عليه ليبارك الله فيه، وهذا التبرك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. فزعم محمود رحمه رضي الله عنه أنه سمع إتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا إتبان بن مالك رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إتبان بن مالك كنت أصلي لقومي ببني سالم أن يؤم قومه، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه أي المرور قبل مسجدهم أي جهة مسجدهم، يعني إذا جاءت الأمطار ما يقدر. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري أي ضعف بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه أي المرور، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل.
أي سآتي إليك. فغدا أي أصبح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغدا علي أي مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، يعني بعدما ارتفعت الشمس، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني للدخول، فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. ففيه صلاة النافلة جماعة. فحبسته أي أخرته، أخرت الرسول عليه الصلاة والسلام على خريز يصنع له، يعني طعام يصنع له. فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم أي حضر رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ صحابي مالك بن الدخشن، ماذا فعل؟ لماذا لم يحضر؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق، أعوذ بالله، اتهمه لا يحب الله ورسوله. ولكن مثل هذا الكلام خطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك، لا تقل له أنك منافق، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. يحتمل أنه كان يعظهم ويدعوهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني إذا قالها فاهماً معناها كافراً بالمعبودات الباطلة كلها وموحداً لله جل جلاله. فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني قالها خالصاً من قلبه وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال محمود رضي الله عنه: فحدثتها قوماً فيهم أبو أيوب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب رضي الله عنه. قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي. يقول محمود: كبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل أي أرجع من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه، فقفلت أي رجعت، فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم فإذا عتبان رضي الله عنه شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثني كما حدثنيه أول مرة. فعلينا أن نحقق التوحيد ونكفر بالمعبودات الباطلة كلها، ونعبد الله وحده، ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى ابن حماد، وهو حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. فينبغي للمسلم أن يصلي السنن والنوافل في البيت،
ليجعل الله بركة في البيت، ويتعلم الأهل والأولاد الصلاة. صلي النافلة في البيت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا الفريضة، ففي المسجد مع جماعة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز محمد السلمان رحمه الله، صفحة 163، 163: موعظة. عباد الله، إن الناس في هذا الزمن لم يعرفوا ربهم المعرفة التي تليق بجلاله وعظمته. إن الناس في هذا الزمن لم يعرفوا ربهم عز وجل المعرفة التي تليق بجلاله وعظمته، ولو عرفوه حق المعرفة لم يكونوا بهذه الحال، لأنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف. إن العارف بالله يخشاه، فتعقله هذه الخشية بإذن الله عما لا ينبغي، أي تمنعه عما لا ينبغي من الأقوال والأفعال. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم اجعلنا منهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم اجعلنا ممن يخشاك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. العارف بالله لا يجرؤ أن يحرك لسانه بكلمة من المنكرات. العارف بالله لا يجرؤ، أي لا يتجرأ أن يحرك لسانه بكلمة من المنكرات، أفعال أو أقوال، كالغيبة والنميمة والكذب والقذف والفسق والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك. هذا كله محرم، يجب على المسلم أن لا يتكلم بذلك، ويتوب إلى الله عز وجل، ولا يستعمل عضواً من أعضائه في عمل ليس بحلال، بل يكف بصره وسمعه ويده ورجله عن المحرمات، لأنه يؤمن حق الإيمان بأن الله جل وعلا مهما تخفى وتستر العبد عنه فإنه يراه. الله عز وجل يرانا أينما كنا، فعلينا أن نخاف الله فلا نكون في حال المعصية. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. والعارف بالله لا ينطوي على رذيلة كالكبر والحقد والحسد وسوء الظن وغير ذلك من الرذائل الممقوتات، أي المحرمات، لأنه يصدق أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم ما تكنه الصدور، أي ما تخفيه الصدور، كما يعلم العلانية. فلا يستريح العارف حتى يكون باطنه كظاهره مطهراً من كل فحشاء. وكذلك لا تسمع من فم العارف عند نزول المصائب والبلايا والشدائد إلا الحسن الجميل، فلا يغضب لموت عزيز أو فقد مال أو مرض شديد أو مرض شديد طويل، لأنه يعلم أن غضبه وتسخطه يفوت عليه أجره ولا يرد ما فات. لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك، ما دام يصحب فيه روحك البدن، فما يدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن. ولا ييأس العارف من زوال شدة مهما استحكمت، فإن الفرج بيد الله الذي قال، وقوله الحق: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولا ييأس، ولا يبأس من حصول خير، ولا ييأس من حصول خير مهما سما وابتعد،
لأنه يؤمن أن الأمر بيد من إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون. وإن بدا محالاً في نظر الجهلاء، ولا يقنط العارف ولا يقنط مؤمناً من رحمة الله التي وسعت كل شيء. وإن كانت ذنوبه أمثال الجبال والرمال، فإن من تاب تاب الله عليه. ولا يؤمن العارف مستقيماً من العذاب مهما كان العمل من الصالحات، لأنه يصدق أنه يغفر الذنوب جميعاً، وأنه له الحجة البالغة، وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه جل وعلا، فلا تغفل عن ذلك وإن أهمله الكثير من الناس. صفحة 172. الحمد لله غافر الذنوب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا الله إليه المصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أولي الجد في العبادة والتشمير رضي الله عنهم. عباد الله، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل، فمن كان منكم أحسن فعليه بالتمام، ومن كان منكم فرط فيه فليختمه بالحسنى، فالعمل بالختام. وبادروا رحمكم الله أوقات شهركم الباقية، واستدركوا ما مضى منه بالحسرة والندم، واختموه بالتوبة النصوح والرجوع إلى صالح العمل. عباد الله، كم أناس صلوا في هذا الشهر صلاة التراويح وأوقدوا في المساجد طلباً للأجر المصابيح، ونسخوا بإحسانهم كل فعل قبيح، وقبل التمام سكنوا الضريح أي ماتوا، ولم ينفعهم المال والماء والآمال لما نقلوا، رحلوا عن الدنيا قدماً قدماً، ونقض ما بنوه هدماً هدماً، أدارت عليهم المنون رحاها، وأحلت وجوههم في الثرى فمحاها. وهذا حالك عن قريب، فتيقظ يا قليل الزاد، وحادي رحيله، قد حدا تأهب للتلف وتهيأ للردى. ذهب عنك شهر الصيام وودعك، وسارت فيه قوافل الصالحين، وجهلك منعك، والتوبيخ متوفر، فما أرجعك ولا أزعجك وأنت تؤمل منازل العاملين بأفعال الغافلين، فما أطمعك. يا من أصبح ساعياً إلى ما يضره، ستعلم من يأتي غداً حزيناً متندماً. كم من صائم يفضحه الحساب والعرض، وكم من عاص في هذا الشهر تستغيث منه الأرض. فيا ليت شعري من المقبول منا فنهنيه على توفيق الله له بحسن عمله، ويا ليت شعري من المطرود فنعزيه بسوء عمله. فيا أيها المقبول، هنيئا لك بثواب الله عز وجل ورضوانه ورحمته وغفرانه وقبوله وإحسانه وعفوه وامتنانه. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ويا أيها المطرود بإصراره وطغيانه وظلمه وغفلته وخسرانه وتماديه في عصيانه، لقد عظمت مصيبتك وخسرت تجارتك وطالت ندامتك، فيا لها من خسارة لا تشبهها خسارة. لله در أقوام حرسوا بالتقى أوقاتهم، وتدرعوا دروع المراقبة في صبرهم، وجمعوا بين الصدق والإخلاص في ذكرهم، صبروا باليقين على ظمأ الهواجر، وبسطوا أقدامهم على بساط الدياجر، وعملوا ليوم
فيه فيه القلوب لدى الحناجر، أقبلوا على خدمة ربهم أي عبادة ربهم إقبال عالم، وما سلكوا إلا الطريق السالم، تذكروا ذنوبهم القدائم فجددوا التوبة بصدق العزائم، وعدوا التقصير من العظائم، وبذلوا المهج أي القلوب الكرائم، فإذا جن الليل فساجد وقائم، ولا يخافون في الله لومة لائم. أين أنت وهم؟ فهل ترى الساهر كالنائم؟ كلا، ولا المفطر كالصائم. قال ابن القيم رحمه الله: من أراد الله به خيرًا فتح له باب الذل والانكسار أي الخضوع بين يدي الله عز وجل. من أراد الله به خيرًا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين، التذلل والشكر، لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. يعني لا بد أن يتذلل بين يدي الله وينكسر ويخضع ويتوب. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب العالمين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة أي النعم ومطالعة عيب النفس. انظر إلى نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وانظر إلى عيوبك وتب إلى الله. العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة أي النعم ومطالعة عيب النفس، والعمل وهذا ومطالعة عيب النفس والعمل، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه: سيد الاستغفار أي أفضل صيغ الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، أفضل صيغ الاستغفار أن تقول هذا الدعاء من قلب خالص. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي أي أعترف بذنبي، بين مشاهدة المنة أي الإحسان والفضل ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة توجب المحبة، محبة الله، فمشاهدة المنة أي مشاهدة نعم الله توجب المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت وآن. لا يرى نفسه إلا مفلساً، وأقرب باب يدخل منه العبد على الله تعالى هو باب الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالاً ولا مقاماً ولا سبباً يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يعترف بذنوبه وعيوبه، بل يدخل على الله من باب الافتقار الصرف أي الخالص والإفلاس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه.
وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة فاقة، أي حاجة تامة وضرورة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود إلى الله تعالى ويتداركه برحمته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا، اللهم اجعلنا من حزبك وعبادك الصالحين الذين أهلتهم لخدمتك وجعلتهم ممن قبلت صيامه وقيامه، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.